معانا خبر حلو دلوقتي هنفرح حضراتكم بيه حالا، لسه حاصل وهنعرف اكتر التفاصيل من زوج باسنت حميده، وطبعا اللي ليه دور كبير في نجاحها الكابتن محمد عباس اللي بينضم لينا دلوقتي، وهو كمان المدير الفني لمنتخب مصر لألعاب القوة. كابتن أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، السلام عليكم أستاذ هبة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك. مبروك لبسنت أولا. طمنا على بسنت، سباق ال 200 متر، نعرف الأخبار الحلوة منك. الحمد لله، النهارده بسنت كانت بتاخد سباق ال 200 متر في التصفيات، تصفيات دوره العاب البحر المتوسط، والحمد لله النهارده عملت المركز الاول في التصفيه الاولى، وعملت افضل رقم على مستوى التصفيات كلها، وهي دلوقتي عملت الف 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 مبروك 22.89 في ال 200 متر. الله يبارك في حضرتك، وبكره ان شاء الله باذن الله النهائي ان شاء الله. الف الف مبروك، اخبار حلوه فرحتونا مرتين، اول مره في ال 100 متر ودلوقتي كمان بنفرح مرة تانية معاك. لسه السباق خلصان دلوقتي مش كده؟ من لحظات يعني. لسه من دلوقتي خلصت، وهي بس هي على القرية الأولمبية دلوقتي، وإن شاء الله بإذن الله بكرة إن شاء الله الساعة 9 و10 بتوقيت الجزائر، 7 و10 بتوقيت مصر، إن شاء الله فاينل ال 200 متر بإذن الله إن شاء الله. ربنا يا رب يوفقها، ويعني تكلل بقى كل ده بالنجاح، ونفرح معاكم مرة تانية يا رب. يا رب يا فندم، ميرسي جدا لحضراتكم، ميرسي جدا لحضراتكم والله. يعني انتوا كمان من اللطيف يعني الواحد لما يقرا ان انتوا عائله، كلكم عائله رياضيه يعني، بس انت اعتقد ليها اخوها كمان بطل، ووالدتها كمان كانت بطله في الجمباز صح؟ اعتقد يعني، وهي كمان معيده شاطره في الجامعه وكده، فما شاء الله عليكم يعني. وانت يا كابتن محمد ليك دور كبير قوي، احنا دايما لما بنقول باسنت والنجاح محدش ابدا يقدر ينسى او يتجاهل الدور الكبير اللي ليك، واحنا شايفين الفيديو اللي يمكن كل الناس الحقيقه اثر فيها فرحتك بيها ودعمك الكبير ليها اللي كان واضح في الفيديو ده، الحقيقه حاجه ما يوصفهاش الكلام يعني. والله عايز اقول لحضرتك يعني، هو يعني المكان اللي انا فيه ده والتوقيت ده، انا ما اقدرش اقول حاجه غير ان انا مش بجري ومش انا مش بتعب، هي اللي بتتعب وهي اللي بتجري وهي اللي بتدي المجهود، وهي اللي عندها عزيمه، وهي اللي عندها اراده. انا عايز اقول لحضرتك، انا اول ما مسكت تدريب بسنت سنه 2015، اول سؤال سالته لها، هي اوريدي بطله مصر وبطله، اول سؤال سالته لها بسنت نفسك تبقى ايه؟ قالت لي نفسي ابقى بطله العالم. ففي الوقت ده انا كان عليا دوري بس ان انا كنت ابقى يعني شويه مواكب لاحلامها وطموحاتها، لان هي طموحه جدا. ودلوقتي الحمد لله رب العالمين قدرت ان هي يعني في وقت يعني احنا الرقم اللي عملته بسنت دوره العاب البحر المتوسط، هي على مستوى العالم بسنت ليها تصنيف كبير جدا، وبطله افريقيا وبطله عرب وصاحبه، وهي خدت السادس من اربع سنين لما شاركت في الالعاب الاولمبيه مش كده؟ بالظبط، لا دوره البحر المتوسط سوري بعد 2018 كانت عامله حقيقه المركز السادس. وعايز اقول لحضرتك، هي البعثه كلها مشيت من كانت في اسبانيا، البعثه كلها راحت على الاوتيل، وهي فضلت بتسمع وزعلانه جدا ان هي ما حققتش مركز، وكانت عامله 23.47 في ال 200 متر. النهارده الحمد لله هي عامله 22.89، هو ده الاصرار، هو ده يعني الحلم والطموح الحقيقي. شوف هي فضلت مع حلمها ازاي. بس انا عايزه اقول لك حاجه، انت بتقول انا ما بتعبش وهي اللي بتجري وبتعمل، طبعا يعني كلنا فخورين بيها فخر غير عادي، بس المشهد اللي انت ضربته ده كمان، او المثل اللي انت ضربته، هاخدها بقى معاك بالبلدي شويه كده، يا ريت كل زوج يعمل اللي انت بتعمله مع مراتك. انت عليك مسؤوليه مشتركه. لا والله بطل حقيقي. لا، وعليك مسؤوليه مشتركه، انت المدرب وانت الزوج، فانت طبعًا اللي شايل الليله كلها. هي كانت معادله صعبه شويه، أيوة. بس هو يعني توفيق ربنا، وهي هي 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 بعيدا عن الرياضه وبعيدا عن الـ أيوة. الـ 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 الرياضه، هي شخصيه طيبه جدا جدا، وهي تستاهل ان هي تبقى في مكان افضل من كده، وهي الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليكم لبعض، ربنا بيكرمها الحمد لله. كفايه انها فرحت مصر كلها. انا بشكر حضراتكم جدا، احنا اللي بنشكرك وبنشكر باسنت، وكان نفسنا نسمع صوتها، بس انا عارفه انه لسه الماتش خلصان وفي تحركات مختلفه، لكن
يعني هنحاول نتواصل معاها ويا ريت تساعدنا في ده، لانه بصراحه بسنت لما بنتكلم عنها بنتكلم عن قصه جوه قصه جوه قصه، في قصه الرياضيه المتميزه، في قصه المعيده الشاطره، في قصه العيله كمان اخوها بطل الرياضيه، بابا مامتها كانت بطله في الجمباز، في قصه البطوله اللي انت كمان ساعدتها فيها باعتبارك الكابتن وباعتبارك الزوج. الحقيقه يعني قصه حب للرياضه وقصه حب طبعا عامه. انا بشكرك شكرا جزيلا، الف مبروك مره ثانيه، الف الف مبروك طبعا، مبروك لبسنت حميده. بس انا عايز اقول لك على حاجه برضو عشان ما يعني برضو ما نبقاش نسينا بقيه البعثه. احنا عندنا بعثه قويه في دوره العاب البحر المتوسط، جبنا اكتر من 33 ميداليه منهم ذهب كتير. عندنا لعيبه كمان كتير متميزه، محمد عبد موجود في ذهبيه الوزن رفع اثقال، عمرو رضا مصارعه حره، عمرو عاص واخد فضيه وفي تنس الطاوله، فريال اشرف طبعا بطلتنا الاولمبيه واخده ذهبيه الكاراتيه كمان في المجموع، اسماء كتير الحقيقه. احلام يوسف برضو في الكاراتيه واخده فضيه، عمرو السيد برونزيه ملاكمه، يمنى عياد برونزيه ملاكمه، كلهم ابطال، بنحيي كل ابطالنا. مصر في المركز السابع ان شاء الله تتقدم اكتر في دوره العاب البحر المتوسط، بس احنا مش بعيد قوي عن تركيا وايطاليا وكده، نفسنا طبعا نوصل، كنا في مرحله ما الاول، بس طبعا الدوره لسه مستمره وقربت تخلص، فان شاء الله نحقق ميداليات اكتر واكتر، ولكن طبعا بنحيي كل اللي جاب ميداليه واللي اجتهد برضو في دوره العاب البحر المتوسط، وان شاء الله لسه في حاجات بكره تتلعب، لسه مستمر. طبعا. وعايزه اقول لك كمان من ضمن المشاهد اللي لفتت نظري قوي ازاي الجمهور الجزائري كان بيدعم يعني لاعبتنا، وكان بيدعم باسانت على وجه الخصوص بشكل قوي جدا، ده الطبيعي بصراحه حاجه مشرفه، خلاص بس حاجه يعني مشرفه. يعني لما نشوف الماضي من التعصب خلاص تجاوزنا كل شيء طبعا. بنتكلم في يعني نظره اخرى للمستقبل. طيب ومش اول مره يدعمونا معانا دلوقتي باسانت حميده، قدرنا نوصل لها. يا باسانت اهلا وسهلا بيكي، الف 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 مبروك من هنا لسنين جايه كتير، 90 دقيقه كله بيبارك لك. وعليكم السلام. ألف ألف مبروك، 90 دقيقة ومصر كلها بتبارك لك يا باسانت. شكرا جدا لحضرتك، ألف شكرا، ربنا يخليك، الله يبارك في حضراتكم، ألف شكرا. فرحتينا وفخورين بيكي جدا 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 بصراحة. ولسه كنت بقول لكابتن محمد إنه أنت بالنسبة لي أنا بشكل شخصي والله قصة نجاح جوه نجاح جوه قصة جوه قصة، يعني في قشور كتير كل ما نشيل حاجة نلاقي قصة نجاح أكبر وأكبر. فخورين جدا بيكي. والله شكرا جدا للكلمات العظيمه دي، ده من ذوق حضرتك والله يا فندم، الف الف شكر، ده كتير والله، ده كلام كتير. لا والله ابدا ابدا، تستاهلي كل حاجه. احنا سمعنا كمان انتوا كلكم عيله، كلكم عيله رياضيه، يعني ماما كانت بطله واخوكي كمان بطل صح كده؟ وجوزك برضو بطل. ده حقيقي، احنا كلنا عيله رياضيه، اخواتي بس حميده ثاني عالم مسئولين، برضه حميده دي العبدانه، ومامتي كانت بتلعب جمباز، وجوزي، فكلنا رياضيين ده حقيقي. وانت استمرار النجاحات دي احنا بنبارك لك طبعا. احنا سمعنا كمان انت قربتي تكسري الرقم بتاعك. الحمد لله، يعني انا اصلا يعني عملت رقم جديد كمان للبطوله في دورات العاب البحر المتوسط كلها، يعني اول رقم يتعمل في الدورات دي بتاعت ما انشات لحد ما واو. الحمد لله. وانت بكره في بقى في بكره في تحدي تاني وسباق تاني، ولسه في فرصة؟ بكرة ان شاء الله تحدي ال200. طب هتستعدي ازاي دلوقتي، او ايه شعورك دلوقتي في اللحظة دي؟ والله يعني طبعا متحمسة جدا، ويعني بحلم وبأمل ان انا اهدي مصر ميدالية تانية بكرة بإذن الله. يا رب ان شاء الله، يا رب قدها وقدود. بس انت في حاجة في يعني انا لفت نظري جدا، انت في 2018 كنت سادس مش كده؟ في حلم واصرار وطموح على تحطيم كل الارقام القياسيه وتحطيم الانجاز اللي اتحقق، وان احنا نعمل افضل واحسن. ايه الدافع بتاعك، ايه المحرك، ايه الدينامو ورا قصه النجاح دي؟ والله هم يعني هم عاملين اساسيين، اول حاجه ان انا جوايا شغف للميداليه دي كبير قوي قوي، كان اكبر من اي مغريات، يعني الشغف اللي كان جوايا كان هو طول الوقت بيحركني. في 2018 لما كنت مع منتخب مصر في اسبانيا في الدوره اللي فاتت، بعد ما عملت فايدس كنت عامله رقم كويس، وكنت لسه وقتها صغيره في السن، قعدت ساعه ونص بس على مكان التتويج، وكنت بحلم اني لما ارجع بعد 4 سنين اكون واقفه في المكان ده، فكان ده الحلم وكان ده الهدف اللي طول الوقت كان بيخليني استحمل كل حاجه صعبه، واستحمل التمرين
وكل حاجه. وطبعا اهلي والمدرب بتاعي اللي طول الوقت في ظهري، لان صعب ان حد ينجح لوحده، لازم حد طول الوقت يدعمك ويوفر لك الوسائل اللي تخليك فعلا تقدر تنجح. فالحمد لله يعني. مش بس كمان عايزه اقول لك ان انت فرحتيني على الصعيد الرياضي يعني، لكن برضو كان في حاجه مهمه، الخبر بتاعك جه في وقت كان في اخبار كتير، يمكن حوادث كتير مؤسفه حصلت على مدار الاسبوع اللي فات، فانت جيتي كده يعني الفوز بتاعك والفيديو حتى فكره بتجري على العلم واللقطه الجميله بينك وبين الكابتن محمد دلوقتي، كل ده الحقيقه نشر يعني حاجه ايجابيه جدا وامل كده وحاجه لطيفه قوي، وقعدتي تقولي عايزه عالم عايزه عالم عايزه عالم، لقيتي العالم؟ الحمد لله لقيت العالم. هو يعني الناس كلها كانت بصراحه فرحانه ومصدومه وبتسقف، وانا اول حاجه فكرت فيها حتى انا والله ما بصيتش على الريكورد بتاعي ولا بصيت على اي حاجه، انا بس يعني اول حاجه في دماغي ان انا امسك العلم والف بيه وارفعه، لان هو كان حلمي يعني ان انا ارفع علم مصر في بطوله زي دي واقول للناس ان لا مصر موجوده ومصر رقم واحد. فما هي كانت تلقائيه، ما فكرتش في اي حاجه غير ان يا جماعه عايزه علم دلوقتي بس. فالحمد لله. الف الف مبروك وربنا يوفقك بكره. باذن الله. بإذن مبروك يا بسنت، مبروك الف مبروك حضرتك. وان شاء الله تحطمي ارقامك ونسمع من طبعا، مستنينك بقى في الاولمبيكس ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، ونشكر زوجك طبعا المدرب محمد عباس، ونوجه طبعا التحيه لعيلتك كلها واخوها كمان في البطوله، فان شاء الله كمان هو يعمل حاجه. بشكركم شكرا جزيلا.